نوض سلم على الناس، نوض صالح، نوض نوض زيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مباشرة من سوق الجملة من مدينة الدار البيضاء، بإطار تخصيص 100 قفة إن شاء الله للأسر المعوزة إن شاء الله تحت فعل الرئاسة الرئيس الجمعية المغربية للحفاظ على تراث أصيل اللي بسيفة رئيسها الأخ نعيم ربيع. الآن تحضير هاد 100 قفة إن شاء الله للأسر المحتاجة. نسألكم الدعاء إن شاء الله لنا ولكم إن شاء الله. الأخ نعيم ربيع جزاه الله خيرا على هاد البادرة الطيبة إن شاء الله. الرجل في مواقف كلشية بكل صراحة إن شاء الله. وخلي لكم الكلمة الأخ عبد القادر بكري. شنو تكلم اخويا؟ تكلم بخير. لا تكلم اخويا ان شاء الله. بلغ تحيه للاخوان ان شاء الله. السلام عليكم وبركاته. والافاضل الاخوات الفضليات، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من جنة المسئلة. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. امين امين الحمد لله رب العالمين. كما قال الاخ احمد، رئاسة الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الاصيل بشخص رئيس الاخ الحبيب نعيم ربيع في تخصيص قفات حشوه 100. ما عندناش خويا، عندنا خويا 200 قفه حشوه. كما قلنا في شخص رئيس الاخ الحبيب نعيم ربيع في تخصيص قفه العيد بمناسبه العيد رمضان او لعيد الفطر، تخصيص 100 قفه بجهه الدار البيضاء ان شاء الله تعالى بكل ما يلزم. هذه القفه هذه من الخضروات ان شاء الله تعالى بلحومها ان شاء الله. انا بالصدد الان كنقاد في الامور يعني وبالاسمده ديالها ان شاء الله. نتمنى من الله يجعل هذا ميزان حسنات ان شاء الله، كل حبه حسنه ان شاء الله تعالى. ميزان حسنات اخ نعيم ربيع، وان شاء الله عز وجل ان يبارك له في 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 ماله وفي رزقه وفي ابنائه وفي اهله. الله سبحانه وتعالى ان يسكنه الفردوس الاعلى. امين امين والحمد لله رب العالمين. وتحيه لبعض الصفحات الحمد لله اللي يلا خرجت ان شاء الله بعد ما شهر من الغياب. نتمنى من الله يرضي بهم ردا جميلا. امين يا رب العالمين. بغيناهم ان شاء الله على ان شاء الله سبحانه وتعالى. هاد الصفحات اللي كانوا غابرين في رمضان والبارح عاد بانوا، والبارح بغيناهم يرجعوا يرجعوا رجال، ما يرجعوش يرجعوا يتكلموا على فعل الخيرات ان شاء الله. سمعتي التكافل الاجتماعي يعوض ما بقى التطاحن بين الاخوه. بغيناهم تما يكونوا يديروا ايد في ايد مع اخوانهم. وش احسن ان شاء الله المرحله. وهاد المناسبه كنقدموا التحيه ديالنا الخالصه ان شاء الله الاخ السي محمد بن نفصيلي بصفته رئيس الرابطه الملكيه. نعم الرجل ونعم الرجل، رجال مواقف، رجال بامتياز. وكذلك اخ ابو سلمان كنشكروه على البادره اللي قام بها مع الرابطه الملكيه والجمعيه المغربيه للحفاظ على التراث الاصيل في مدينه مراكش بمنطقه اوريكا. هذا كنشكروا على هذه البادره جزاه الله خيرا، لان هناك ارامل وناس معوزه الله المستعان. نسال الله ان يجعل الله في ميزانة حسناته ان شاء الله. والسلام عليكم. هذا هو اللي ما نضيف لكم ان شاء الله. اخوكم ابو سارق جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعذرونا لا تكلمنا بعفويه، هذا راك نتوما كتشوفوا حنا خدامين وكنتكلموا معكم. يعني حنا ما مهيئينش نفوسنا باش نتكلموا كيف كيديروا بعض الاخوه. الحمد لله حنا كنتكلموا بعفويه وجزاكم الله خيرا. وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله. والسلام عليكم.
ولا عنده شي سؤال او لا شي حاجه تفضل. بسم الله مرحبا. واحد النقطه اخويا الساق بغيت نطرقوا لها، كنعرفوا حنا على الرئيس الجمعيه المغربيه للحفاظ على التراث الاصيل والرابطه الملكيه، هادو جوج جمعيات اللي معترفين بهم ياك الاخ الكريم. هادشي اللي كاين ها هما الناس المواقف، الناس اللي في الديروه ديال الازمه وفي هذه الجائحه كانوا الناس مضحيه بنفوسها، مضحيه بنفوسها معرضه نفسها للخطر وكتنقل باش تقدم يد المساعده للاخوه، فهمتوا؟ لهذا حنا الحمد لله كنعترفوا بجوج، الرابطه الملكيه رئاسه الاخ محمد بلوسيدي والجمعيه المغربيه للحفاظ على التراث الاصيل، هاد جوج جمعيات كان عليهم فضل كبير بعد الله عز وجل لمساعده الاخوان ولمساعده الرقاة ولمساعده الايتام والارامل على مساعدة أي المساكين والمحتاجين. باش حنا إن شاء الله. يعني هاد جوج جمعيات صراحة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح أعمالهم. باش حنا ملي تفوت هاد الوباء إن شاء الله كنتمناو من الله عاجلا إن شاء الله. ما تنوش شي واحد يقول لك حنا درنا، ما درتو والو، ما قدمتو شيء. قدمتو شي والمنشورات. أما الناس اللي مضحية بمالها وبنفسها مجال إسعاد الآخرين جزاهم. كنعاود نكرر. الرابطة الملكية والجمعية المغربية للحفاظ على التراث الأصيل، هاد الناس هما اللي كنعترفوا بهم الحمد لله، ولنا الشرف أن نكون ضمن منخرطين إن شاء الله. سمعتوا؟ لأن الناس كتجري بالخير، ما كتجريش في الشر كيف كيعملوا بعض الإخوة، ونتمنى من الله يألف بين القلوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ الشيخ عبد القادر بكري، عندك مضيف أخو الإخوة؟ اللي كيحبونا من اعماق القلب ديالهم، اللي كيحترمونا، بغيناك تتكلم معاهم بارك الله فيك. هو كاين واحد الموضوع ان شاء الله تعالى غادي نناقشوه مع الاخ نعيم ربيع، يعني وان شاء الله يعني غادي يقبل ان شاء الله، ما غاديش يرفض هذا الموضوع هذا، وهي شي صدقه جاريه ان شاء الله، يعني تبقى خدامه في الحياه ديالو وبعد الممات ديالو ان شاء الله تعالى. صافي يا خويا قتلتيني للشيخ، ها كلشي غادي يموت، كلشي كل من على فعلا يا خويا، ولكن الصدقه الجاريه كبئر مثلا والابار مثلا في المنطقه والعائله، ايوه هذه على يعني خصها تبقى شي صدقه، يعني فكره مزيانه، خص الاخ نعيم ربيع يفكر في هذه الحاله. كبئر عثمان بن عفان على ما اظن الله اعلم، ياك هذيك هذيك في مكه باقي الاسم ديالو الان ما تقولش الاسم منه، انا شي صدقه جاريه ان شاء الله تعالى يعملها الشيخ وتبقى ان شاء الله خدامه لعده سنين، 200 سنه 300 سنه 400 سنه الى ان تقوم الدنيا. يا اخوان جزاكم الله خيرا، كنهضروا ما عارفينش اش كنقولوا، راه حتى الاخر عاد غنبداو نتفرجوا في هذا اللايف ونشوفوا واش درنا. قبلوا علينا اخويا اللي سي عبد الرحيم حياك الله، اي كلمه شكون عبد الرحيم شكون؟ شكون؟ ابو سليمان كاين؟ هو راه سي عبد الرحيم، تحياتنا اخويا الله يحفظك، بارك الله فيك على ذاك العمل العظيم اللي قمت به تجاه سكينه اوريكا، بارك الله فيك على خيرك فاعله، بارك الله فيك على الخير. الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتك سي عبد الرحيم، راه منك واحد ما منك الجوج. سي عبد الرحيم رجل طيب ولد بلاد، خبزه وبراد. اخويا الاخوه حنا راه عزيز علينا، عزيز علينا المارح شويه الله يرضي عليكم، ما تاخذوش علينا اخويا حنا حيت كنتكلموا بعفويه ان شاء الله، ماشي ما فيناش هذاك التصنع والكذب على الناس. غندير غندير بحال المرشحين، ما كاين حتى حاجه، كلام خاوي. والله اخويا نيسان سي عبد الرحيم، هاد المساله عرفتي فكرت فيها تقريبا شي شهر هادي، وكنبغي نقولها لي وكطير لي من البال ديالي، لكن ملي ناقشتي معايا انت اول امس يعني صراحه خاصها تكون ان شاء الله تعالى، هاد الفكره هادي خصو يطبقها ان شاء الله، ما يتراجعش عليها.
وتسمى بالاسم ديالو ما فيها باس، عادي مسألة عادية تسمى بالاسم ديالو، هذا ما كيمنعش يسميها بالاسم ديالو. وصلت دابا خويا 40 طالع كومبلي 40 كومبلي اسالكم الدعاء ان شاء الله على هذا العمل هذا يا ربي توفقنا يا رب. ديو معنا الخد ديو معنا توفقنا يا رب. البصله البصله كنبيعوا البصله البصله جدرام 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 بصله واحمد الرادي عبد القادر الشيخ في المنطقة المناسبة السيد راه واخد لي راحته هنا سمعتي كيضحك كيضحك عليك وحنا ماشي الحمد لله ماشي من هذوك الناس الوضوح راه كنعاود ناكد على الوضوح جزاكم الله خير الوضوح انت كتعمل بوضوح غادي يبارك لك الله اقسم بالله يلا الخوت نخليكم الله عز وجل دعاء دعاء ادعوا معنا الله يبارك فيكم دعوا معنا الله يوفقكم الله ديو معنا السلام عليكم المؤمنين ان شاء الله السلام عليكم